وللحديث أكثر عن البيان الذي أصدره مرصد أفاد عن مخيمات النزوح وكشف حقيقة تصريحات وزارة الهجرة بإغلاق المخيمات، ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة المتحدث باسم مرصد أفاد السيد حسين دلي. مرحبا بك معنا. أنا سلام. في بيان لكم نفيتم ما أعلنته وزارة الهجرة والنازحين من إغلاق السلطات الحكومية مخيمات النازحين في عملية الفلوجة، ما الدليل على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة. الكلام طبعا عن استضافة النازحين أو عن إغلاق مخيمات النازحين هو مزايدة حكومية بالدرجة الأولى مصطفى الكاظمي عندما تسلم رئاسة الوزراء، وكنتيجة للتوافقات السياسية وكدعم من الكتل السنية على وجه الخصوص، يعني وعد هذه الكتل بأنه يسعى إلى إغلاق مخيمات النازحين. الكل يعرف أن هذه الكتل السياسية قدمت لجمهورها وعودا بأنها ستسعى لإغلاق ملف النازحين وإرجاع النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وهذا هو الشرط الحقيقي، أنه ليس إغلاق المخيمات بل إرجاع النازحين إلى مدنهم ومناطقهم التي هجروا منها بعد أحداث 2014 والقتال والمعارك والاشتباكات والتهجير الذي حصل عقب استعادة تلك المناطق من تنظيم داعش. الكل يعرف أن تلك المناطق خاصة جوف الصخر، العويسات في محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد، تسيطر عليها ميليشيات تابعة للحشد الشعبي منذ 7 سنوات، وهناك مناطق في أقصى غرب الأنبار، راوة والقائم وما حولها، تسيطر عليها الميليشيات وهي مناطق حدودية. كما قلت هذه المناطق هجر منها أهلها مئات العائلات بل آلاف العائلات في تلك الفترة، لكن قسم من هذه العائلات رجعت خلال السنوات المنصرمة لأنها ما استطاعت أن تعود إلى مناطقها بورقة أمنية بواسطات كما يقال في العرف العراقي مع بعض الجهات الأمنية والعشائر، واستطاعت العودة، لكن كثير من العائلات لم تستطع العودة، إما لأن مناطقها ما زالت محتلة من قبل الميليشيات وما أسلفت هي مناطق الجنابين في جرف الصخر ومناطق العويسات أو مناطق أقصى غربي الأنبار، حتى أن هناك عائلات من أطراف الفلوجة ومنطقة القرمة ما تزال موجودة في مخيمات عملية الفلوجة، سواء في المخيم المركزي الذي يعني أقيم على أنقاض ما يعرف سابقا بالمعمل الكيميائي، أو المخيمات العشوائية التي تمتد من تلك المنطقة وصولا إلى مناطق بزيبز وهي ليست بعيدة للأسف عن عاصمة بغداد. هذه المخيمات العشوائية الأكثر سوءا، الأكبر حجما، وهي بائسة جدا. الخيام التي وزعت لهم قبل 6 أو 7 سنوات على حالها لم تستبدل رغم مواسم الصيف والحر ومواسم البرد والشتاء والأمطار، هذه الخيام بالية. هذه الخيام والمخيمات في العام الأخير بعد أن أعطى مصطفى الكاظمي وعودا لبعض الكتل بإغلاق تلك المخيمات، نعم، أجبرت المنظمات الإغاثية على ترك تلك المخيمات أو تضييق نشاطها في تلك المخيمات. كيف نعم كيف تصفون أوضاع النازحين؟ خصوصا المخيم الذي كانت تموله أو تديره وزارة الهجرة، رغم أن المساعدات لم تكن من وزارة الهجرة والمهجرين بل من المنظمات الإغاثية الأخرى. نعم، كيف تصفون أوضاع النازحين في مخيم عملية الفلوجة على وجه التحديد؟ طبعا هذه المخيمات كما أسلفت تمتد، خصوصا أننا نتكلم عن المخيمات العشوائية، تمتد على مساحة ومسافة تقدر ب 25 كيلومتر من منطقة عملية الفلوجة المركز وصولا إلى منطقة بزيبز. هناك طريق عام تمتد على جانبي تلك المخيمات متناثرة تلك المخيمات. نحن بعد أن وصل لنا خبر أن وزارة الهجرة أعلنت رسميا إغلاق تلك المخيمات، ونحن نعرف تلك المخيمات ما زالت قائمة، ذهبنا مرة أخرى إلى تلك المخيمات، وجدنا البؤس والانعدام الرعاية الطبية والصحية وحتى المواد الغذائية التي كانت ترسلها بعض المنظمات الإغاثية غير الحكومية توقفت أو أصبحت شحيحة جدا بسبب التضييق الحكومي على تلك المخيمات. كما أسلف الحكومة العراقية ووزارة الهجرة ضغطت على بعض المنظمات الإغاثية لوقف مساعداتها لإجبار الناس على إخلاء تلك المخيمات، ليخرج مصطفى الكاظمي أو وزارة الهجرة
ويقول نحن نجحنا بإغلاق المخيمات وهذه كذبة كبيرة. نحن بالفعل نتمنى أن تغلق تلك المخيمات لكن أن تكون وفق ظروف صحية. نعم. وفق وهذا يعني وهذا يدفعنا اجتماعيا. نعم. وصلت الفكرة أستاذ حسين، هذا يدفعنا للسؤال عن رغبة النازحين في العودة إلى مدنهم، هل لديهم رغبة فعلية بذلك في ظل ما تعانيه المدن من أوضاع كارثية؟ يعني احنا تواصلنا مع كثير من تلك العائلات كما قلت قبل قليل ان بعض العائلات في السنوات الثلاثة الأخيرة رجعت الى مناطقها بعد ان تمكنت من الحصول على ورقة أمنية تتيح لها العودة الى مناطقها او على الاقل الخروج من تلك المخيمات الى مناطق اخرى. العائلات المتبقية اما ان مناطقها وسكناها الأصلية ومنازلها محتلة من قبل ميليشيات او انها لم تتمكن من الحصول على ما يسمى ورقة التدقيق الأمني. هذه الورقة تعطى لكثير من العائلات لإثبات أنها ليس عليها مؤشرات أمنية. القوات الأمنية والحكومية سواء في وزارة الهجرة أو وزارة الداخلية والدفاع، وهنا الكلام عن قيادة عمليات الأنبار، كانت تعطي تلك الأوراق الأمنية يعني التي تسمح لهم بالعودة إلى مناطقهم، لكن بعض هذه العائلات فشلت. فنحن قلنا لبعض الجهات المسؤولة أنه أنتم تقولون إحنا نريد نخلع المخيمات، طب وفروا لهم السكن والمكان المناسب، أعطوهم رعاية اجتماعية، مبالغ مالية، سدوا حاجتهم. ناس فقراء يعيشون خاصة في المخيمات العشوائية إما بمساعدات المحسنين أو أنه بعضهم يعيشون على يعني مزارع وبساتين عشائر البعيسه التي تتداخل مع تلك المناطق. نعم. بمبالغ واجور يعني يوميه زهيده قليله جدا لا تكفي بالحاجه. اي عائله لديها مريض او معاق او امراض مزمنه فحالهم حال الضيم كما يقول العراقي، حتى ان بعضهم لا يستطيع اخذ اي مريض الى مستشفى لانه لابد من اما اجور او موافقه امنيه. في المخيم المركزي لا يسمح لأي شخص يخرج من المخيم إلا بمرافقة من قوات تابعة لقيادة عملية الأنبار وجهات مسؤولة من وزارة الهجرة، فهناك تضييق على تلك المخيمات. نعم. طيب. وما زلت أنا أقول وقلنا سابقا أنتم تريدون تغلقون المخيمات، يا عمي توفروا لهم مناطق بيوت وسكن هم يروحون، أعطوهم مبالغ تكفيهم هم يطلعون، أنتم لا ترحمون الناس ولا تخلون رحمة الله سبحانه وتعالى تنزل عليهم، لا تعطوهم إغاثة ولا تسمحون للناس والمنظمات الأخرى بإغاثتهم. نعم. طيب هل تعتقد أليس العراقيين 1200 عائلة حالهم حال الضيم، يقولون بفوق الشهادات اللي صورناهم 5 أشهر لا توجد أي سلة غذائية أي معونة، ناهيك عن الرعاية الطبية، ناهيك عن الأدوية، ناهيك عن كثير من الاحتياجات. الناس الآن يعني حتى خيامهم تعبانة جدا، لا تصمد أمام البرد ولا أمام الأمطار، ملابسهم نفسها من ملابس الصيف، يعني الوضع مأساوي وكارثي. هل تعتقد أن غياب الدور الحكومي وتفاقم معاناة هذه المخيمات مقدمة لإغلاقها وتشريد النازحين مرة أخرى؟ يعني هو هذا بالفعل ما يحدث، العملية ليست إخلاء بل تشريد لهؤلاء أو رفع الرعاية عن هؤلاء، ورغم أن الرعاية التي كانت تقدمها الحكومة وبالحقيقة هي عن طريق تلك المنظمات الدولية كانت رعاية قليلة وبسيطة، لكن كما يقال تسد الحاجة تمشي الأمور إلى أن يفرجها الله سبحانه وتعالى ويرجعون إلى مناطقهم الأصلية. اليوم الحكومة تجبرهم على الإخلاء ومن جهة ثانية لا توفر لهم، يعني وين يروحون هؤلاء الناس؟ هذا العائلات تتكلم عن 1200 عائلة، يعني عدد كبير جدا، آلاف النازحين ما زالوا في مخيمات عملية الفلولة. طبعا نحن هذا المخيم استطعنا الوصول إليه بجهد جهيد وتعب وتوصيات الناس معدودة، قالوا يعني احنا نريد منكم ان تساعدونا في توجيه مناشدة للمنظمات الإغاثية للناس المقتدرة للمحسنين الموسرين انه يساعدون هالمخيمات لان اصبح الامر فوق الطاقة. هناك مخيمات اخرى طبعا في مناطق اخرى والحكومة تكابر لمزايدات سياسية لكي تقال او تعطي لنفسها منجزات وهمية تضاف إلى كثير من الأمور التي تدعي الحكومة أنها نجحت، مثل مكافحة الفساد، مثل كثير من الأمور التي هي في حقيقة ما هي إلا شعارات لا أرضية لها ولا وجودها على أرض الحقيقة. أشكرك جزيلا المتحدث باسم مرصد أفاد الأستاذ حسين دلي، كنت معنا من الدوحة، شكرا لك.